Vabbè, cosa che ti piace? La colpa che ti metti già una tutti i fatti una live e strati. لازم نكتبهم يا جايز. متجر بيتزا آخر، هل تحاول أن ت... أن أن ها؟ متجر بيتزا آخر، هل تحاول أن تخرب منطقتي؟ هل تعرف على الأقل ما تفعله؟ شيطان داخل واضح عندي. دعنا نرى، تسمع بيتزا بالجبن، فقط 6 شرائح بصلصة ووجه. المقادير تكلف المال، تأكد من أن صور معي 58 دينار. فتعالوا يا اخوان، لا خلينا حبيت نكمل بعدين. خلاص دي نفعل نفس الشيء اللي جابوه. فارينا نسينا. حبيت النظام. جد هذه أسوأ بيتزا رأيتها في حياتي. لن تكون شايفين أقوى من يلا يا إخوان. مرحبا، من الرأي رؤيتك متجر البيتزا الجديد يفتح في هذه المنطقة. هل يمكن تجربة البيتزا الجبن الخاصة بك؟ أتمنى التقطيع إلى 6 شرائح. حسنا، ما بطلش حاجة، بس يلا خليني نجرب. أول إشي أنت تقطع، ثاني إشي بوقف إيش؟ مرحبا من تقطع من كان بيجيك طيب إذا بتجيبين بدأ طيب إذا بتجيبين جابي بس بتجيبين كده فبعد تفتح تمام محطة لماذا نكتب نحط المكويدة نحط كويسة. أتمنى ما أكون شغلة بس أنا ما يزح الكرف وطلب هيك ما يكون مصطفى من ناحا. اجعل الامر بسيطا، عليك ضع عجين في الفرن بدون اي اضافات، لا يعرف تقطيعها انت. حسنا، الموضوع غريب يا اخوان. ايش مشكلة هو؟ هاي تبعي
بدون أي إضافات. طيب هاي ما فيها قولوا اني الصهر جاءت بالجر لازم اسرع من فوق بسرعة. بس يا انتي يس مرحبا بيت زبو الجبن او الزوت لا تفكر اي عفا بيت زبو الجبن المرة دا يجب اختارك في الطماطم ممكن هاي اللي هون عجلة بهاي أداء ثاني يا إخوان. لا هاي صلاد بس مكان يعني. إحنا ليش نبغى؟ بصير خاص هاي ألف إذا حسنا حبيبي ها فرال فرال تحييكم من الرابط ها رابطة الجيزة العالم أردنا أردنا ال ها شو يا إخوان ال مع مثلا بقول كل سنت يا إخوان اللي كنت أقول إنه يعني هاي نريد أن نشارك مع منصة يعني إذا نقول منصة هيك جوائز لربح جوائز تساعد في تنمية أعمالك استمع معنا باي باي صباح الخير جاي صحيح طبعا اليوم انجازات مقسيس مجان يا التالي إخوان كلمة البيتزا مش على مطعم في أخبار أخرى مع اقتراب مهرجان المكونات الأربعة تعود راعة المطعم إخوان الجبن رائع ولكن لو كان الجم في بطولات كبيرة للمعالجة وملك اللحوم اللي كنت
بالخوف. طيب البيتزا بالجبن رائعة. طيب وكل صار طلب كبير. أول إشي هاي ساوية ايه
was about it. هو بده بيتزا البباراني وصلصة وجبن وبباراني سلام كبير بباراني ما رح نتشوفه Thank you.
لازم اشتريها الصراحة عشان هيك بطلع اليوم كلام طويل. ايه قديش بيحكوا كنت احسب ان متجرك بيزا الصغير قد اغلق. لا 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 تتقدم حتى البيزا المشتغلة. وانت مالك تشجع الأقل أن تعرف أن هؤلاء الناس يتكلمون عن دعونا نرى كيف تخزن تلك البيتزا. اسمع نص الجبن ونص البيبروني. سو إيزي يا أخوان. خديش تفعلي خديش تفعلي بس خلص Thank you.
نحط ممكن نحط فوق نحط فوق فوق أهلاً، أنت حتجيب من المطعم البيتزا الذي يقابلك. أنا أريد فقط البيتزا بالجبن بسيطة للغاية. بيتزا بالجبن. أهلاً. بيتزا بالجبن. بدأت هيلتين حلو حبيت البطل ما بدأ يكسر والله ما كنت أحبك لأنه ما كنت أحبك الحمد لله شراء اللي حاجة إنها هنا من أجل الضيان الثقب لا تقدرون على العجيب وأدخلها على تدبروني فقط تدبروني فقط لا جبن أو فرصة أرى تدبروني بالجبن تدبروني والله أحمد لك Thank you.